المقدار بتاع العجمية محتاجة عندي 3 معالق كبار من الدقيق و3 معالق كبار من السمنة وكوباية من العسل وأي نوع بقى مكسرات، عايزين عين جمل تمام، عايزين سوداني تمام، عايزين فستق تمام، أي نوع من المكسرات مفيش مشكلة. وممكن كمان لو حابين تشيلوا المكسرات خالص من الموضوع ممكن تعملوها من غير أي مكسرات على حسب ما انتوا عايزين. تعالوا نقول المقدار تاني ونشتغل فيه. عندي كيلو من الدقيق، لو هحط التركايه بتاعت النشا وبتفرق جدا، بتخليه كده حلو جدا ويعني وفعلا بتفرق قوي في القوام بتاعه في التيست بتاعه. هشيل منها ربع كوبايه احط مكانها نشا، لو ما عنديش نشا هستخدم كيلو الدقيق كامل. وعندي كمان رشه ملح، وعندي معلقه خميره ومعلقه من ريحه الكحك ومعلقه كبيره من السمسم وكوبايتين ونص سمنه مبرده وكوبايه ميه، وللحشو هنعمل عجميه مع بعض وعجوه وعين جمل فستق ملبن. انا بديكوا اختيارات. العجميه محتاجين لها 3 معالق كبار من الدقيق، 3 معالق كبار من السمنه، كوبايه عسل، مكسرات. ايمان صباح الفل. صباح الفل يا شيف اسماء، عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله الحمد تمام. تسلمي دايما ايدك بصراحه، الحاجه تسهل قوي. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي، الله يخليكي والله، تسلمي لي من غير ما تعمليها والله. بص شكلها يفتح النفس. اي هو الكحك اول ما بنبدا فيه بروايح العيد كده بنحس بفرحه دايما، يعني بجد يعني. اصل احنا عمرنا ما عملنا الكحك خالص في البيت، عمرنا ما جربناه. لا جربيه والله هيبقى سهل جدا. اهم حاجه بس هقول لكم الحاجات اللي يعني اللي تظبط معاكم الدنيا وتخليه يعني مظبوط. تسلمي يا ماشي يا حبيبتي، شكرا يا حبيبتي. قولي لي قولي لي، كنت عايزه اسالك على حاجه يا شيف اسماء. اتفضلي. هو رموش الست بيتحط عليها جوز الهند؟ ممكن تحطي عليها جوز هند وممكن تعمليها من غير جوز هند، يعني ممكن كده وممكن كده، هقول لك مقدار مظبوط تقدري تعمليه بيه. ايوه. طب احنا لو مش عايزين جوز هند عشان ما بنحبوش. عادي ممكن تشيليه مفيش مشكله. ممكن اشيل. ممكن. طيب في مقدار ممكن تعرفي عشان نستعملها حاضر وادقها. عينيا يا حبيبتي، حاضر. تسلمي يا شيف اسماء، تسلمي. صباحك زي الفل، شكرا يا حبيبتي، تسلمي. تعالوا اول حاجه هنعمل العجميه. عندي 3 معالق كده من السمنه، هنبدا نظبط الحشوات ونجهز الحشوات. وانا في البيت لما ببدا اعمل الموضوع ده ببدا اجهز بالحشوات الاول، بخلص الحشوات وبعد كده بقوم بقى ايه مخلصه كل الحاجات التانيه. اهو بجهز كده الحشوات عشان ايدي بالملبن والعجوه والكلام ده، وانضفها خلاص واغسلها وابدا بقى اشتغل في العجينه بتاعت الكحك نفسها. هحط السمنه تسيح كده، هبدا احط عليها 3 معالق من الدقيق وهبدا اقلب 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 كده في الشكل ده لحد ما الدقيق كله يدخل مع السمنه، وعايزاه يستوي شويه. مدام زيزي صباح الفل. صباح الجمال. عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ كل سنه وانتي طيبه حبيبتي وبخير يا رب. تسلم ايديكي. الله يخليكي. جمال الكحك جميل. الله يخليكي. الله يخليكي حبيبتي، تسلمي. انا مش فاكره الفرق ما بين العجميه والعجوه. هقول لك بحسب العجوه هي العجميه. لا العجوه اللي هي اللي زي البلح التمر. أيوة. العجميه بتتعمل بالدقيق والسمنه والعسل. بتبقى لونها فاتح قريب من الملبن شويه بس بتبقى طعمها مختلف. ايوه حبيبتي، الله يخليكي، تسلمي حبيبتي. وحبيبتي لي حبايبي كلهم، كل سنه وانتم طيبين. وانتي طيبه حبيبتي وبخير يا رب. وربنا يتقبل منك رمضان وكتر الف خيرك على اللي عملتينا في رمضان. الله يخليكي، الله يخليكي حبيبتي، الله يخليكي. يسعدك ربنا، يسعدك يا رب. احنا وانتي يا رب حبيبه قلبي. انت واسرتك واسره البرنامج كله. اللهم امين، وانتم معانا يا رب حبيبه قلبي والله. يا حبيبتي ربنا معاكي، تسلم ايديك. تسلمي حبيبتي، الله يخليكي. شكرا يا حبيبتي. بصوا هنبدا بقى ننزل بكوبايه العسل وافضل اقلب تقليب كده مستمر بالشكل ده، ادوب كل الكلام ده كده مع بعض اهو تمام، وابدا اقلب كل الدقيق مع العسل مع الكلام ده كله لحد ما يربط معايا تقليب مستمر كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معانا مواده. مواده صباح الفل. الو صباح الخير. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انت عامله ايه؟ دايما الحمد لله يا حبيبتي والله، كله زي الفل، كله جميل. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي وبخير يا رب، الله يخليكي. تسلمي على الحاجات الجميله. شكرا يا حبيبتي. حضرتك الكحك النهارده. تسلمي يا حبيبتي والله، تسلمي لي، شكرا يا حبيبتي والله، تسلمي يا حبيبتي، صباحك زي الفل، شكرا يا حبيبتي.
بصوا احنا عشان هنحط في الملبن عين جمل، فانا ممكن احط هنا سوداني، احط اهو شويه سوداني كده وابدا اقلب. الدقيق طبعا اللي احنا حاطينه مع العسل كله بيقوم رابط مع بعض، بس خدوا بالكم انا مش عايزه اربطه لحد ما ينشف معايا، انا عايزه يعني يربط معايا بس يبقى طري شويه، لان هو شويه لما بيبرد بيجمد اكتر وبينشف اكتر، فمش عايزاه يبقى ناشف زي الحجر يعني، لا انا عايزاه يبقى في نفس الوقت ماسك نفسه بس طري. فانا في المرحله دي يعني شويه اول ما يربط سنه كده هقوم رافعه من على النار، لان هديله وقته لما يبرد هيقوم يعني يعني جامد شويه او شادد شويه. بصوا العجميه، بصوا بتجمد ازاي، شايفين كل مدى بتجمد ازاي اهو. المفروض اسيبها تبرد خالص، وبعد ما تبرد وتجمد معايا ابدا ان انا اشكلها كور كده زي الملبن والكلام ده كله واحشي بيها، بس المفروض تبرد خالص لان طبعا هي سخنه جدا، بس زي ما انتم شايفين هي بقت عامله زي العجينه، وكل ما تبرد بتجمد اكتر، فبعرف ان انا اتحكم فيها وبرضو اعملها كور زي الملبن. معانا مين؟ مهاني. صباح الفل. صباح الفل يا حبيبتي. صباح الجمال يا حبيبتي. إيه عامله ايه الحلوه دي؟ الله يخليك والله العظيم انت جميله وبتعملي لنا كل حاجه جميله. الله يخليك والله، كفايه تعبك بس ووقفتك معانا، ربنا الله يخليك لينا وما تحرمش منك ومن وصفاتك الجميله. تسلمي لي يا حبيبتي والله، كل سنه وانت طيبه يا رب. انت طيبه حبيبتي عليك وبخير. عيد جميل وعليكي وعلى الاسره يا وعلى رب، كل علينا كلنا يا رب وعلى الناس كلها يا رب. اللهم امين يا رب. وببلغ تحياتي لكل الناس اللي بيتكلموا، الله يخليك، ومدام احلام اللي وحشتنا. اه جدا والله، وحشتنا جدا والله، وحشتنا جدا بجد. والله وحشونا كلهم، كل سنه وهم طيبين، عود عليهم بخير يا رب. يا رب وعيد سعيد عليكم كده كلكم. كل الجميل اللي عندك ربنا يخليكوا لينا ويخلي القناه دايما في تقدم يا رب. الله يخليك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه حبيبه قلبي وبخير يا رب. تسلمي لي يا حبيبتي، شكرا. بصوا ببدا بقى اعمل نفس الموضوع، اخد حته ملبن كده بحته عين جمل واكورها واجهزها. ببدا ان انا اشتغل في كل الكلام ده، سواء عجمية أو عجوة أو ملبن، بنفس الطريقة دي. احنا العجمية زي ما قلنا بنسيبها تبرد خالص خالص لحد ما يعني ما يبقاش فيها أي سخونة. بصوا كل مدى بتجمد اهي، ولسه كل ما بتبرد كل ما بتجمد، تمام. فأعرف بقى بعد كده هتبقى عاملة عندي زي الملبن شوية، أعرف إن أنا أكورها وبرضو تبقى حشو معايا. احنا كده خلصنا ثلاث حشوات، عجوة وملبن بعين الجمل، والعجوية العجمية عملناها بالسوداني، وممكن نعمل العجمية أو الملبن من غير أي حاجة خالص ونعملهم سادة.